الصائغ ثورة فلسطينية. الإخوة والرفاق في الأحزاب الوطنية والإسلامية المدنية، الإخوة الحضور في الأجزاء المخيمات الفلسطينية ومن أبناء مدينة صيدا وجوارها، تحية لكم جميعا في هذه المناسبة الذي نلتقي لكي نوجه التحية والتضامن مع شعب فلسطين، مع شباب وشابات القدس الذين يواجهون الاحتلال ببطولة نادرة. نلتقي لنقول أن القدس هي عاصمة فلسطين العربية، وأن الشباب المقدسي والشباب الفلسطيني يؤكد اليوم على أن القدس هي عربية وأن القدس هي عاصمة فلسطين. من حي الشيخ جراح إلى باب العمود، إلى كل أحياء القدس وإلى كل مدن وبلدات وقرى فلسطين التحية. من صيدا العروبة، صيدا المقاومة التي انتصرت بدماء أبنائها على الاحتلال، من جنوب لبنان الذي واجه الاحتلال وأجبره على الاندحار، من لبنان الذي يناصر شعب فلسطين منذ العام 1936 وفي 48 ومع انطلاقة العمل الفدائي الفلسطيني. نوجه اليوم تحية الإكبار والإجلال إلى شعب فلسطين وهو يخوض مواجهات بطولية. أيها الإخوة والرفاق، الشباب الفلسطيني موحد ميدانيا في مواجهة الاحتلال. الشعب الفلسطيني يخوض المواجهات موحدا. هذا هو الشعب الموحد، صاحب القضية الواحدة وهي إزالة الاحتلال وهزيمة المشروع الصهيوني الاستيطاني العنصري العدواني. ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، إنما هذا المشروع هو ضد كل الشعوب العربية، وهذا يدفعنا إلى التأكيد على أهمية وحدة فصائل الثورة الفلسطينية تحت راية الانتفاضة والمقاومة، وهي التحركات تعم كل المناطق في الضفة وغزة وأراضي 48 من الناصرة إلى أم الفحم إلى الرد ويافا وغيرها من البلدات الفلسطينية. وهنا يطرح علينا السؤال، وهو السؤال الذي رد عليه ثوار فلسطين، ثوار القدس، ثوار الأقصى،
ثوار فلسطين يسقطون اليوم مسيرة التطبيع العربي مع العدو الصهيوني. إنها أنظمة التطبيع وأنظمة الفساد والاستبداد. ولكن مع تطبيع هؤلاء هذه الأنظمة تبقى الشعوب العربية متضامنة بالرغم من كل ظروف القهر التي تمر بها والأوضاع الصعبة التي تعيشها. هذه الشعوب ستبقى وفية لشعب فلسطين. هذا الشعب الجبار، هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الذي لم يكن ولم يمل نضالا من أجل حقوقه الوطنية ومن أجل عزتي وكرامة هذه الأمة. ومنها نضال الشعب اللبناني من أجل التغيير السياسي ومن أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل الكرامة الإنسانية. ليس فقط هو من أجل استعادة الحقوق في حياة كريمة، إنما هي أيضا من أجل أن نكون قادرين بشكل جدي وفعلي في دعم نضال شعب فلسطين. نحن صحيح أننا نعاني من أوضاع صعبة هنا في لبنان وفي كل الأقطار العربية، وأننا نناضل من أجل أوضاع أفضل، من أجل دولة منيعة واجهة قادرة، دولة للعدالة الاجتماعية والحرية. نناضل من أجل ذلك، ونحن نناضل من أجل ذلك، إنما في الوقت ذاته نقف إلى جانب شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين. الشعوب العربية في مواجهة أنظمة التطبيع والاستبداد والفساد، هذه الشعوب العربية لم تسقط في يوم من الأيام، لم تسقط في يوم من الأيام، ولن تسقط في أي يوم من الأيام. قضية الصراع مع هذا العدو الصهيوني العدواني العنصري ستبقى في مواجهة هذا العدو، وهي تواجه كل هذه الأوضاع الصعبة. لأننا ندرك أن هذا العدو ليس فقط ضد شعب فلسطين وحقوقه الوطنية فوق أرضه، إنما هو أيضا يهدد لبنان ويهدد الشعب اللبناني ويهدد كل الشعوب العربية. نقول هذا ونحن نعرف أن الدولة اللبنانية غائبة تماما عن مواجهة العدوان، ونحن نسأل أين هي السياسة الدفاعية للدولة اللبنانية؟ ليس هناك سياسة دفاعية للدولة اللبنانية، هي تفرط في السيادة الوطنية. لذلك نحن نواجه من أجل استعادة الكرامة الوطنية للدولة اللبنانية، ونواجه من أجل استعادة الكرامة الإنسانية لشعب لبنان. يتحدثون عن المقاومة، نقول أن المقاومة
الوطنية والإسلامية، إنما كانت لأن الدولة اللبنانية ليس لديها سياسة دفاعية في مواجهة هذا العدو. وعندما احتل العدو أجزاء كبيرة من لبنان بما فيها العاصمة، كانت جبهة المقاومة الوطنية وكانت المقاومة الإسلامية في مواجهة هذا الاحتلال، واستطاعت هذه المقاومة الشاملة أن تجبر العدو على الاندحار والهزيمة وتقيم في وجهه بإرادة اللبنانيين وبتصميمهم على مواجهة العدوان قوة إرادة وقوة ردع في مواجهة أي مخططات صهيونية للعدوان على لبنان. بهذه المناسبة ونحن نوجه التحية إلى شعب فلسطين، أرى أن شعب فلسطين وثوار فلسطين وشباب القدس وشابات القدس إنما يوجهون لنا اليوم رسائل بالغة الأهمية، يوجهون لنا اليوم رسائل بالغة الأهمية، يقولون أن مسيرة التطبيع الرسمي العربي سوف تسقط، سوف يسقطها ثوار فلسطين، سوف تسقطها انتفاضات الشعوب العربية في مواجهة أنظمة التطبيع والاستبداد والفساد. من رسائل بالغة الأهمية لشعب فلسطين أن المقاومة والمقاومة الفلسطينية وجدت لتبقى وستبقى، وإنما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. هذه هي رسائل شعب فلسطين إلى شعب لبنان وإلى كل شعوب أمته العربية. من رسائل شعب فلسطين أن مواجهة الظلم والاستبداد واجب، أكان من محتل غاصب أو ضخمة حاكمة، هذا واجب علينا أن نقوم به. نحن لن نحرر أرضنا من أجل أن يستبد بنا لصوص وطغاة ومحتكرين وفاسدين ونهابين. حررنا أرضنا من أجل أن نستعيد كرامتنا الوطنية وكرامتنا الإنسانية. من رسائله، من رسائل ثوار فلسطين أن الشعب الموحد يجب أن يكون في مواجهة الاحتلال والاستبداد والاحتكار. نحن أبناء شعب فلسطين في مواجهة رسائله تقول ذلك، نحن شعب فلسطين نواجه العنصرية الصهيونية ونواجه كل أشكال التعصب والإقصاء التي تمارسه دولة الكيان الصهيوني الغاصب بحق شعب فلسطين. التعصب الطائفي يقول لنا ثوار فلسطين، تقول لنا فلسطين اليوم. التعصب الطائفي والمذهبي هو عنصرية لا تخدم الاستراتيجية، لا، إنما تخدم الاستراتيجية الصهيونية
هذا التعصب وما يخدم، تعصب الطائفي والمذهبي، ويخدم ويعطي الكيان الصهيوني مشروعية. التعصب الطائفي والمذهبي أيها الإخوة، يقول لنا أو تقول لنا فلسطين: يا شعب لبنان، يا شعوب الأمة العربية، انبذوا انبذوا التعصب الطائفي والمذهبي. التعصب الطائفي مصدر للفتن والحروب الأهلية، والتعصب الطائفي والمذهبي أبدا لن يكون نصيرا، لن يكون نصيرا لشعب فلسطين، لأنه يبدد طاقات الأمة ويفتت الأمة ويعطي مشروعية لهذا الكيان الصهيوني. أخيرا أيها الإخوة، أيها الرفاق، نحن نخوض بهويتنا الوطنية والعربية معاركنا من أجل الكرامة الوطنية ومن أجل الكرامة الإنسانية. نحن دائما كما كنا إلى جانب نضال شعب فلسطين من أجل استعادة حقوقه الوطنية فوق أرضه من البحر إلى النهر. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم.